هو بلا شك ان بلا شك ان الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية كان مفاجئا ولم يكن متوقعا، على الرغم من بعض ما صرح به أعضاء في المجلس من الأقلية، وليس كلهم، بعضهم ممن صرح وقال أن سيكون هناك أحكام قد تكون تؤدي إلى حل المجلس، وهذا طبعا علامة استغراب كبيرة جدا، وكأن هناك توقعات مسبقة عند البعض، ولذلك كانت مفاجأة. يبقى الأمر المهم جدا هو الآن أن هذه أحكام واجبة الاحترام، وهذا أمر يعني لا يمكن التجاوز، هذا لا يعني بالضرورة عدم انتقاد الحكم موضوعيا، لكن المهم جدا الآن كيف نتعامل مع الآثار المترتبة على هذا الحكم. وأنا أقول أن الحكم اليوم وما يجري في السنوات الأخيرة من حالة من عدم الاستقرار السياسي ومن حالة الفوضى السياسية، حكومات تنحل، مجالس تسقط، هذه حالة عدم استقرار تؤدي إلى أن مصالح الشعب تتأثر والتنمية تتعطل، وهذه قضية تتطلب منا أن نتوقف ونقيم التجربة السابقة السياسية ككل. أنا أتجاوز الآن حالة مجلس يرجع مرة ثانية أو انتخابات تعود في الفترة الدستورية القانونية، أنا أقول الآن مطلوب أن إحنا كشعب كويتي نشكل الحقيقة رؤية ومشروع لإصلاح سياسي وفق المادة 175 من الدستور. يجب أن نعدل في بعض مضامين الدستور لنطور من الحياة السياسية حتى تستقر الحياة السياسية. أما هذه الحالة التي نحن فيها من التراجع ومن التردد ومن عدم الاستقرار، بلا شك أن لا التنمية راح تتقدم ولا مصالح الناس راح تتحقق. وهذه القضية الآن يتطلب أمرين مهمين كخطوات عملية. الخطوة العملية الأولى أن نناشد سمو الأمير بإصدار مرسوم حل المجلس السابق مجلس 2009، وهذا المجلس الذي أسقط شعبيا بإرادة شعبية. والأمر الثاني الدعوة إلى الانتخابات في المدة القانونية والدستورية المحددة خلال شهرين أو خلال 60 يوم كما حدد دستوريا وفقا للدوائر الخمس، وأنه لا ضرورة ولا في متطلبات لحالة الضرورة في إصدار مراسيم ضرورة بتغيير الدوائر، لأن تغيير الدوائر بإرادة منفردة هذا بلا شك أنه هو تجاوز للأحكام الدستورية. نحن نعتقد أن الخطوة المستحقة الثانية يجب أن ندخل الانتخابات هالمرة بمشروع محدد يشمل كل التيارات الوطنية وبالأخص المجاميع الشبابية من الأغلبية والغير الأغلبية. إذا وجدنا مثل هذا المشروع ندخل فيه عشان الانتخابات ونحاول أن نطور الحياة السياسية. خلاف ذلك إذا ما صار هذا الشيء وكأن مجلس يعود مرة أخرى بتغييرات أسماء يمين وشمال، لا طبنا ولا غدا الشر ولا تحركنا إلى الأمام. الشعوب تتحرك إلى الأمام ولا تتراجع إلى الوراء، وهذا رؤيتي للحالة اللي احنا نشهدها في الساحة السياسية الكويتية. نعم محمد الدلال العضو في مجلس الأمة المنحل، ما هي تطلعاتك للمرحلة المقبلة؟ أخي الكريم، المرحلة المقبلة مرحلة مهمة ومرحلة يعني حاسمة للمسيرة الدستورية والمسيرة السياسية، ومطلوب جدا أن تجرى الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، ومطلوب أن نكون على قدر من الشفافية من الشعب الكويتي. حل مجلس الأمة فوت علينا فرصة أن نقر قوانين مكافحة الفساد، حل مجلس الأمة فوت علينا فرصة أن نقر قانون التعيين في المناصب القيادية وهو في الإصلاح الإداري، حل مجلس الأمة فوت علينا فرصة أن احنا نعدل على قانون المحكمة الدستورية بالسماح للمواطنين أن يطعنون مباشرة. في فرص كانت موجودة على جدول الأعمال كان مفروض تقر أمس واليوم مباشر في الجلسات، مع الأسف أن صارت فوتوا علينا هذه الفرصة. احنا مطلوب منا أن نسعى إلى المشروع الإصلاحي اللي ذكرته منذ قليل، وأن يكون ضمن أجندتنا، وأن لا ننزل الانتخابات، إذا بننزل الانتخابات بفرادة، وأنا أعتقد يمكن ضرورة أن الأغلبية وغيرهم يطورون العمل وننزل على شكل قائمة لدينا مشروع إصلاح سياسي حقيقي. إذا سوينا هذا الشيء هذا ردنا العملي الإصلاحي الإيجابي لمصلحة الأمة ومصلحة الشعب الكويتي بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الدلال العضو في مجلس الأمة المنحل.